وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ. بداية دكتور سمير وبعد التحية، إذن ساعات قليلة تفصلنا عن حدث تستعد له مصر منذ شهور طويلة عنوانها البيئة وإنقاذ الكوكب. إذن كيف ترى استضافة مصر لكوب 27 وأيضا ما هي الأمال المعلقة بهذه الدورة؟ مساء الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة يعني خلال ساعات قليلة يبتدي أنظار العالم كلها تتجه ناحية مدينة شرم الشيخ، ولمدة أسبوعين يعقد خلالها الدورة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وهو أكبر مؤتمر يناقش قضية التغيرات المناخية على مستوى العالم. هذه الدورة هي الدورة 27، تأتي بعد 26 دورة من التفاوض والمناقشات، وتأتي أيضا انعقاد هذه الدورة في إطار وفي ظل تحديات كثيرة يشهدها العالم، متمثلة في تحديات جيوسياسية، الحرب الروسية الأوكرانية، أزمات طاقة وأزمات غذاء وأزمات ركود اقتصادي، مشاهدات للتغيرات المناخية، آثار سلبية للتغيرات المناخية، مشاهدات على الأرض لم تعد مجرد نتائج سيناريوهات كنا نتحدث منذ سنوات قليلة أنها سيناريوهات متوقعة بحلول سنة 2030، لكن نظرا لارتفاع درجات الحرارة الناتج عن ارتفاع غازات الاحتباس الحراري أدى إلى أن وجود مشاهدات على الأرض تتمثل في موجات فيضان وموجات جفاف وتصحر وخلافه من المشاهدات الآثار السلبية لتغير المناخ. لذلك تحظى هذه الدورة بأهمية كبيرة لأنها أول دورة تمثل عملية التنفيذ الفعلي لما تم اتفاق عليه خلال ال 26 دورة السابقة من جولات المؤتمر. نعم. هذه الدورة الحقيقة سوف يحضرها عدد كبير من القادة، سيتوالى وصولهم بداية من اليوم وغدا، يستقبلهم سيادة الرئيس. نعم. وتبدأ المفاوضات ذات الطابع السياسي على أعلى مستوى. نعم. إذن دكتور سمير، تحدثت عن خطورة الوضع البيئي الحالي وأهمية انعقاد هذه الدورة كوب 27. إذن الأمين العام للأمم المتحدة دعا المشاركين في المؤتمر لإنجاز اتفاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. كيف ترى هذه الدعوة وأيضا إمكانية الترجمة على أرض الواقع مع خطورة الوضع البيئي ومع هذا الحضور الكبير من زعماء العالم؟ لابد من توافر الإرادة السياسية لدى الزعماء الذين سوف يشاركون في قمة المناخ غدا وبعد غد. لابد من توافر إرادة سياسية ورغبة في الحلول. نعم، هناك أزمات دولية كبيرة طاحنة تطحن العديد من الدول خاصة دول أوروبا، لكن المشاهدات على الأرض لم تعد تقتصر على آثار سلبية تضرب في الدول النامية فقط، لكنها تضرب الآن أيضا في الدول الصناعية الكبرى. شاهدنا موجات جفاف في الدول الاتحاد الأوروبي، وموجات جفاف في أمريكا، وموجات فيضان في أستراليا، وهي دول عظمى وكبيرة وذات اقتصاديات كبيرة لكنها متضررة أيضا. لذلك لابد من انتهاز هذه الفرصة والعمل بروح الجماعة، لأنه كوكب واحد ومركب واحد، كلنا في مركب واحد، يجب ان يتسع للجميع وفي سبيل ايجاد حل لمشكله التغيرات المناخيه. نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخيه بالامم المتحده عضو الهيئه الدوليه لتغير المناخ.